أخرى وكلها نقاط إيجابية. اليوم كما ذكرنا طبعا الاحتفاء ب طبعا جمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة تحتفي بالدورة الثانية لأيام الرحالة، وشعار هذا النسخة طبعا الصورة رسالة مشاء. سأتوجه لرئيس الجمعية سيد زهير. تفضل سيد زهير. أكيد فالجمهور الحاضر لولا شغف ديالو بالمشي برياضة المشي لن يكون هنا. الجمعية تأسست سنة 2014. أكيد في البداية ديالنا فكرة المشي كانت تبدو غريبة، ربما الفاضلتين يكونوا عارفين هذه النقطة هذه، لكن بعد توالي أي سنوات فكرة الجمعية استوعبها مجموعة من عموم الشعب المسؤولين كذلك. في البداية ديالنا سنة 2014 كانت الفكرة غريبة، بلا ما نذكر بعض الأمور اللي كنا كان وجوه، لا سواء من الأقرباء ديالنا، من العوائل ديالنا، من المسؤولين كذلك، كانت الفكرة مجبرتهم تعملوها. كاين أب اللي ما غيخافش بخاف، من بعد ملي بدا يعطيني شوية بشوية كيديني لديك البلاصة وما كيعجبنيش الحال كنقول ليه لا بغيت نمشي مع الدراري ومع البنات. قال لي واخا ماشي مشكل دابا غير صبري مرة أخرى غادي نصيفطك. وبقى ديما تيقول لي هذيك مرة أخرى واخا ما عمرها جات. ديما تيقول لي مرة أخرى. مي أنا لقيت بابا عنده الحق. دابا إلا هادشي اللي كنسمعوا في هاد لي فواياج اللي كيوقعوا راه البنيات كيتغطاسبوا. ما بقاوش دوك الأساتذة ودوك المعلمين في المستوى اللي كنا كنعرفوا شحال هذا، حنا الأستاذ كنبوسو ليه على كتفو. بالاحترام تتلقى مع الأستاذ كنبوس ليه على راسو. أنا مازلت الآن تنتلقى مع الأساتذة ديالي كنسلم عليه وكنبوسو على كتفو. حيت تربينا على داك الآداب. هادشي اللي طالع راه لا شيء خطأ. اولا بسبب ان لي مامون ديال الاولاد هم بزاف تربيه كاين الدلع، ما كاينش شي حاجه سميتها الدلع للطفل. صحيح كاين الواجبات كاينه نعطيه اللي كيخصو وخصو حتى هو يقوم بالواجبات ديالو. ما كاينش الدلع، ملي كنفشو الولد كنوحلو فيه. ما يلق ليك لا سفر لا حاجه غير طلبي السلامة. زرت 38 دولة وشي 600 جزيرة أو أكثر. أنا جد فرحانة أنني اليوم كاينة مع الجمعية ديال الرحالة اللي هو المشي في طنجة، وصراحة كان لقاء غزال بزاف وكان تفاعل والناس استفدوا وكان واحد النوع ديال التجاوب بشكل كبير، وصراحة الجمهور ديال طنجة مميز جدا. من أهم الرحلات اللي أسستيت فيهم وكانوا ناجحين بشكل كبير رغم المخاطر والمصاعب كانت واحد الرحلة لكولومبيا ورحلات أخرين لجزر زنجبار، الموريس، جزر القمر، الصين، كوريا الجنوبية، هونغ كونغ، واحد العدد ديال الرحلات اللي كان فيهم واحد النوع ديال تبادل الثقافات. وواحد النصيحه اللي غادي نقدر انا نوجه للناس هو ان السفر راه كيغير بزاف ديال الامور في الحياه وكيخلينا نشوفوا الحياه بشكل اخر، ودائما التسامح باش تقدروا تعرفوا على واحد العدد من الشعوب. تحياتي لكم. تعطي الاله بالظهر ممنوع من عنبات، وانا ما عرفتش لان بزاف ديال الحوايج عرفتهم قبل ما نمشي تما، ولكن هذه الفكره ما كانتش في راسي. 500 دولار وواحد الجزيره اخرى قتلت فيها الوزغه 300 دولار تعتقلت يومين حيت الاله ديالهم الوزغه. لا زعما كاينين شي حوايج والخفاش 500 دولار حتى هو تعتقل فيها نص نهار. يعني الحمد لله المغرب يوجد على خريطه هجره الطيور وعلى مسار هجره الطيور، ولذلك فهو غني جدا، وبالتالي حنا كننظموا خارجات متزامنه مع فترات الهجره سواء في المنطقه ديال بليونش ولا ديال جبل موسى ولا في مناطق اخرى، لان الطيور ايضا حديث طويل. الطيور كاين طيور ديال الماء، طيور ديال الجبال، طيور ديال الهواء، يعني طيور ديال اليابسه، طيور الصحراء ربما غتشوفوها في المعرض، طيور الصحراء لها جماليه اخرى و كل بميزان. بداية نشكر القيمين على هذا العرس الثقافي المتميز وعلى رأسهم الأستاذ زهير الذي وجه لنا دعوة كريمة لحضور هذا النشاط هذا.
من خلال معرض صور الحياة البرية وصور التنوع البيولوجي بالمغرب، وفي نفس الوقت ورشات تكوينية لفائدة منخرطي الجمعية، وورشات تحسيسية لفائدة الأطفال الذين سنقربهم من مفهوم التنوع البيولوجي عبر اللعب. أيضا نسعد بتأطير خرجة لفائدة المكفوفين وضعاف البصر بوسط طبيعي ديال منطقة طنجة، ونسعد لذلك لأن هذه الفئة لا يستفيدون من الخرجات، وخلال هذا النشاط هذا سوف نقربهم من مفهوم التنوع البيولوجي عن طريق السمع والشم واللمس إن شاء الله. الصورة رسالة تمشي هو شعار الذي رفعته جمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة في فعالية الدورة الثانية من أيامها. الدورة الثانية تتميز بغنى موادها وفقراتها وتنوعها. من خلال الشعار الصورة رسالة مشاء نستشف أن الصورة تحضر في مختلف فقرات البرنامج. البرنامج يضم ندوات، حملات بيئية توعوية صحية، ورشة تكوينية للصغار والكبار، خرجات مشي للمكفوفين. أيضا استفاد من هذه الأيام أعضاء الجمعية وأصدقائها، وكانت الدعوة لعموم هواة المشي. اليوم نتواجد في لقاء مفتوح أطرته رحالتين متميزتين، السيدة حليمة بوصديق رئيسة الجمعية المغربية لمصوري الحياة البرية، والأستاذة خولة عيسان الرحالة والصحفية. السيدتين الفاضلتين جمعت بينهما الصورة وحب الطبيعة والرحلة. واحد صافي كما قلت لي بنيوش.